السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير والنور والسرور. صبحكم الله بالخير. وفي أي واحد من نشيت الصبح ولا لا 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 وحين يتحراني ما بياسر أمسه. شو؟ أنت شو تشوفني لابس حينة؟ شو تشوفني لابس؟ دوم. ما أدري إنه دوم. ما بنطلون وقميص؟ لا. الحين أنا شو لابس هذا؟ جينز. هذا جينز؟ الحمد لله. يلا لا بريتنا صلاح. انا اليوم بسافر. رجعت ان شاء الله. بسافر اليوم. متى برجع؟ خلي اسافر قبل وخلاف متى برجع. ها؟ وها؟ لا بيصير ويا ابراهيم. تاني؟ هي تاني. مينون برأي عاده. لا والبحبايه ابوي في وادي يزي. شيلك اليوم سافر وبارح لين نص الليل هو ابوي مرتقل في عمان. اخبارك؟ انت بخير؟ تريكت له بعدك؟ والله خلاص. انت تريكت له بعدك؟ بيت بيت. شو تريكت اليوم؟ بس تويس. تمييز؟ ما خلين تويس. تويس؟ توست. توست. لمراد ابوي انا تري الجماعة حين يجون ان شاء الله. ومن يجون بنصير ضربة. عايض اظني حين على وجه وصول. وابراهيم ابوي بايت سوما رياليل البارحة ابوي في وادي ليزي مطرشي لي في ديواته والدنيا مطرشة ما يقرا. اقول لكم من يعطونا هالاوف يظهر من الدوام يخلص دوامه ما يقر. سيد عمان انا بحياتي عيال يقول عيال ماله لا خال ولا عم ولا يد ولا نسب ولا دم ولا لحم في جدي عمان. ومن يخلص الدوام وينك يا خطوة الجيزي؟ وينك يا خطوة؟ سمعتوا اللي يقول لك مدور يدور عقله؟ هذا يدور عقله هناك في البواطن والحيور ما يخلي حير ما يصير ولا يخلي بقع في الباطن ما يصير. من يظهر من الدوام أربع ثلاثة أيام دوام وثلاثة أيام أوف. هالثلاثة الأيام الأوف ما يخلي بقعة يعرعر الباطنة كلها. غرب الله والله ولا يقر. انا يا ابوك ما حاسدنا كان تبون الصدق. والله الصدق. عاصم طيبين وبلاد طيبه واهلها طيبين يعني ولازم. عمان سبحان الله. عمان كل بلاد يوم بتصير تشبع يعني من اللي يلس فيها. عمان تحس عمرك كانك في بلادك، كانك في بيتك، كانك عند اهلك، كانك في مكانك روحك. كأنك يالس ويا هلك. عمان انت ما جايين تبارك الرحمن فوق ما ومرحبانيين. مسير يومين ترى. شو يريد؟ شو هو هذا؟ حطي اللوبيا حطي له شويه وهاك شو بسرعه راويني. يلا كل شيء انا اريده هني. هي عدالي عدالي كل شيء عايبني. شو عدالي؟ هذا محلانا اللي خبرك عنه. هذا محله عن خاطري باك اللي كرس يسار. ايش اسوي؟ لا لا ضروري. لا لا ما بقدر. لا 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 ضروري قرص واحد قريص. انا الله تصير تصيرها. لا والله. ابراهيم. ها محمد. ها صلاح. ها صلاح يلس يلس ها برا كل. يلا عاد ارمس انت. صلاح انا مشتاق لك هذه والله اشب حتى عن عيالك واصبع عنهم. ما شاء الله عليك. طيب شنطتين. جود مورنينج. صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ طيب كيف الحال؟ طيب عايض حياك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. تصبح الحمد لله طيب. ما زينك هذه فنان. الله يسلمك. حياك كيف صحتك؟ حياك الله. جديد. قم حبيبي قم سلم على الرجال. صلاح كيف الحال؟
أخبارك؟ أشوفك عارفه. طيب. صلاح شو يعبل لك عايض؟ ما يعرف أنت شو يعبل لك؟ حلوة صلاح. حلوة ها صلاح ها كرتون كرتون حلوة حقك روحك. لا تأكل كل لا تأكل كله. شوي شوي. شوي شوي. شو يقول لك الحين عايض؟ ما يعرفني كذا. شيخ شو تقول عايض حق صلاح؟ هذيك صورة من؟ هذاك صلاح منو؟ صلاح. هذاك لا شيخ هذا. شيخ هذا يقولون؟ حلوك ما يعرف. شيف شيف الشيخ. شو يعني تحين هنمونا صلاح؟ صلاح؟ ما أنت. شيخ صلاح بن أحمد. أيوه. أيوه. شيخ صلاح بن أحمد. ما عرفت أبو محمد. هي بس قاصر لنا أبويا الخنيار والكتار. والعصا والمحزم. ما تجيب لك خنيار تبي خنيار؟ لا بنخنيار. خنيار. ما نجيب لك خنيار إذا تبغي. لا ما أريد. صراحة. بي بيوزك واحدة من عمان. حين بس من يوزك. من صحم تبغي؟ صحماوية. تبغي ولا ما تبغي؟ تبغي بس خلاص أبغى الرجال. يلا غايت وين الفلوس؟ فلوس وين؟ من البنك أظهرهن لي في البنك. وين أنت؟ صلاح ما يعيب احد يلبس نعوله وحين ما يدري ان احمد لابس نعاله صار حلوة النعال اللي لابسها احمد حلوة صلاح ليش هنمون انت انو بياكلها عندك فلوس يقول لك عندك فلوس محمد شو اخبارك جاي نظيف انسان عزيز وغال عليك هذا هو ابراهيم توفيق ابو محمد الحين بسير البيت وبنام لا تحاتي ما ترصبك ولا لا تخاف على الحين معنا اخوار القزيف في الحجر ابو محمد الغالب نجيب لك حنه ان شاء الله لكن الدعاء ما جاهز بنسيب نطحنه بيوصلك الحنه ما اسمه ابو خليل خلاص ترى الحلوه ما بلا لك انت روحك نحن بعد نبع ما علي ما علي خذ لك انت وحده افتح فتحي صلاح انت وحده والباقي حقي انا عدنا حن بعدلنا وعلينا عن ابوك كل تبع انت كل انت ها اي وحده تبع نقع على هوا ها بعد حمد الجديد وين تبع تبع هذه ولا هذه لا انت تنقع هذا يلا اوكي شيلها بالطعم حينة تاكل شوي حينة الحين كم نوع الحلوى هذا انتم كم نوع الحلوى اللي تسوونهن نعم حلواكم كم نمونه نقول 8 انواع ما شو ها شو حلوى الله يسلمك مزون الاصفر حلوى مزون الاسود حلوى مزون بالعسل حلوى مزون الاصفر والاسود الابيض بالزعفران وهاي شيء حينة هذه الله يسلمك هذه مزون السوري ايوه هنا بس راح قبض الحلوى قبض الطاسه قبض ايوه اكبر ايه بتعرس انت هاي حلوه تمك اكبر افتح فمك مزبوط هذا شوي وين صلاح مشكله اكيد اكبر زي اكبر حسب ما تبي ليت هذا شو تجيب هاي بعد حلوه زينه يبليوز صلاح حط لك شويه حلوه فادحي هذا ها فادحي عندها للباطنه وصف يقولون في فوادي ولا ولادي يعني ما حد ابويه بيجدم ابويه عياله على عمره لذلك انا ابوي لازم بطعم من عن خاطري اني ما بخليه في خاطري مستحيل حظ الطيارة وبيحرق الكالوريز كلها. وين انت؟ انا عادي. فهمت. زعلان حديث اني كانت من مال جسمي. فرج يحن من عمان نعم. لازم يسوي اغنية مال حق عمان. ضروري. ضروري؟ ايه هذا الحين نفر من عمان يجي. انت تقولها لانك في عمان. في فاميلي هناك صديق. مالنا؟ ايه. زين يلا الحين سوي غنية يلا سوي الغنية هي يلا شو
شنا هنشرسي ومن شرابي من انقار ومكابيبي هاي هاي جا جا من دور مد تندورا ودا بياري جنتي اورا ودا بياري جنتي اورا رما 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 ملتانا من دوناني تيجارا من دوناني لاده 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 ولاي لاده 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 نا چرسی و من شرابی من انگار مکبیبی هی هی جان جان من دورم ده تندورا خدا بیاری جنتی شکرا 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 های غنیه حق عمان بعد یلا بعد بخشیش یلا یلا شکرا جای من هل عمان هذا جائزه فوق البهانس بعد ها تعال تعال عدالي تحت فم كامل اي فنبتي يلا ها رقم واحد هاي حلوه سلطته ما عليك انت ليش ما يعرف سويت هالنمونه سلطته داخل حاره هي هاكل الهيل عند الهيل زيغني والله تحرى سلطته يلا يلا في العافيه شكرا حياك ها وين دريول دريول من الطياره موجود ابا يلا يلا الشارع هي يا ويلك سوي اي شيء غلط مني ولا مني ما قلت الشارع اي بارك الله فيك السلام عليكم يلا افتح الباب حاتم باي دواركا باي باي ثانك يو مع السلامه سلام باي 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 ثانك يو باي باي ثانك يو بعد يقول مستاهل الساعه يا سلام يا سلام يا نورك يا ابراهيم كيف اخبارك الحمد لله طيب محمد ما شاء الله ما شاء الله شو هالامر البارحه في فلي في وادي الجزي ها وصلنا يلا ايه استر علينا يا مرحبا يا مرحبا كيف الحال يا مرحبا ابو توفيق يا مرحبا محلاك غادي ما زينك والله تبارك الرحمن مين حلاها مين حلاها الله يحفظكم ما شاء الله يا مرحبا اقول لك ابراهيم ليش؟ زين اقول لك شو ودك الفلي البارحه واحد ليزي والله ربيعي كان مريض في المستشفى وعاد يوم اتصال الساعه 7 وسيده صرت له ايش هي شفتك شفتك شفت حطوك انت ياس في قسم الطوارئ مصورين لا لا جد جد عقب ما خلص عاد رحت عند ربي صدق جدي وانا رد العين اقول لك مصيبه والله حسبت تنعاد انت ابراهيم ريدي 1 2 3 هي قلت لها شكرا بارك الله فيك شكرا جزيلا الله يسلم شكرا جزاك الله خير ما خبرتيني شو اسمك انت حينا ياسمينة شكرا ياسمينة على هالخدمة المميزة ياسمينة شلت ابوي تذاكرنا وشلت سامانا وخلصت ابوي مع الجماعة وما قصرت فكل الشكر لك والتقدير سلمي على الجماعة اللي عندك كلهم يلا باي اقول لكم مساكم الله بالخير جيت الاخ العزيز الغالي خميس المحيربي بالصدفة في هالمكان المبروك مرحبا خميس يا مرحبا يا مرحبا حالك الله يحفظك كيف انت الله يخليك قبل شوي اسمعك تعد القصة اللي فيها القصيد هذه قصيدة طبعا كنا مع الشيخ زايد في عرس في دبي نعم وعندما خلصنا العرس يعني ويالا والشيوخ وينا معاهم يعني ثرى السيف فيها صدع صغير في الحديدة صدع نعم صدع ولما ركبنا بالطيارة قال خميس تعال مني يمبي وانت أحمد السويدي ينا قالت سمعتنا شيئنا بالنشيدة قال خميس ياب السيف حليون ما نظفها قبل يغزيبه يلي رامس عند عربان يلي يحيون القذيلة بيبان وطلجة وحيشان وفنيال ورش في العليل
زين يا الرد ولا؟ نعم يا الرد من عندي ومن عند السويدي يا أحمد. أنا قلت ريم من القنيص يفالي فايد من البزين يطرونه ليه دب عين أهل هضال يستمر والحيات مقرونة. قال قال الشيخ زايد أنت وين شفت الريم؟ يوم أنت معاي 24 ساعة. سول عين ما لها مثالي يسحرك ونبي بعيونه العقب في مضمرة هيالي والمشا يمشي على هونه رابيا في غرس وظلالي وكل من حوله يدارونه. لا تلوموني يا عذالي أبو علي مالي عزادونه حولناها على أبو حمد على حمود بن علي لأن حمود بن علي ما يعد قصيد. أتسوي لزين والرد مالت أحمد السويدي قال أحمد السويدي قال ريم الوطن لاقيته في حزات الصباح قابد أنت وين شفت الريم؟ الله يغفر لك ريم الوطن لاقيته في حزات الصباح يوم التيا حييته وتبسم بانشراح له مضمرا لوريته فيه عير وشاح كريم لي من جيته كريم لي من جيته والهم عن كنزاح يا ليت ما لاقيته والحق حالي جراح لو من حياة شليته لو وجهه بالسلاح. قال أحمد خليب السويدي علني أبداك يا حبيب مسلم اسمع لي سامحني ادري بك وقتك انت كاظم وما وروحك مشغول يعني افدار لكن تخبرنا عن الحياه الاوليه ويا الشيوخ الله يغفر لهم. والله طول عمرك مع الشيخ زايد الله يطول عمرك. احنا يمكن انا كملت مع الشيخ زايد احمد السويدي 55 او 54 مره يمكن هالشكل. نعم ماشي مثلها في الدنيا هذا الشيخ زايد وعياله كله والله ما له مثيل ابدا. سبحان الله. نعم سبحان الله. نعم من خاويه الشيخ زايد ونعم والخاويه محمد بن زايد ونعم كلها مرة. يا الله يحفظك. ما شكرا أخوي خميس. الله يحفظك. شكرا. which airport there in Iskandaria? Terminal 3. No, but in Masr in Egypt. والله اسم اسكندريه. اسكندريه. The name of the airport. والله ما اعرف. يا قولي والله قولي والله. لا لا. You just say برج العرب. برج العرب. هي برج العرب. برج العرب. إبراهيم سمعت اسم المطار؟ سمعت اسمه؟ برج العرب. يا رك الله سلامة. Thank you very much. عايض اركب وياي هنا حب الله أنت يا تكلم شيخ اللهوب اللي هو حر جهنم موت بعد ماية. لا تقولوا ما حد قالكم النقاز أبوي. لا تستعينون تسيرون النقاز أبوي بيجي من ثالث العيد وساير. ايش رايك انت النقاز ياكم في عمان لو بعده جاينا؟ والله اي نعم نحب عدمايه. انا حاسب له النقاز. انا اقول بيجي ثاني العيد ثالث العيد لكن ابوي انا حجزيه من قبل لكن الحمد لله رب العالمين السنه الله دهني واستوى الحجز ثاني العيد وبتكون طيارتي ثاني العيد تاريخ 13 بيصير تاريخ 13 لندن وبيلس 14 ليله في كنتي بريطانيا ان شاء الله. دومهم بوي طيران الاتحاد في خدماتهم مميزين وقت الإنسان يوم بيسوي حجوزات أونلاين أو من مكتب لازم يسوي الشيء اللي هو يباه كل شيء بوي تباه أنت شيء خدمة مميزة تباها تقدر تاخذها أونلاين أي شيء تباه تخليص بأوراقك بسامانك جوازك وياك كبار وياك صغار أي شيء أنت تباه يخلصونك وانت زاحل وانت يالس يعني مستريح ومريح لا همك الله ولا عندك ولا 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 همك الله ولا عندك ولا إليه. يلا يلا عشان شب طيارة اللي تطير الإسكندرية حب ما الطيارة ترى هالكبار الكبار لا الطيارة 2 8 16 على البزنس وورا والله ما يدربها كم لكن ما الطيارة الكبار هاي لاك الكبار وايد لأن أبوي أظني ما بايدين لي يصيرون إسكندرية ما بايدي لك الحمد لله انهم سووا طياره تصير دايركت هاي روحها نعمه هذه روحها نعمه يس ووتر اند 136 ادمي يدورون فيها الطياره يعني مد من الصغار صغار مره لكن زين هالطياره يعني لكن هي جديده لنك ما شاء الله تبارك الرحمن كبرها تلق ما شاء الله تبارك الرحمن يستر علينا الله يستر عليك حشي ابوك ما حد يسوي له سبب ابراهيم خلالك شوي شوي الله الله فين زين زين يلا ان الله جعلنا من الحيين ما شيء باجي ها هذا ابوي اللي تشوفونها ها يوم ها يقولون عنها ايقونه هاي ابوي هرم من اهرامات دوله الامارات
الحديثة، هرم حديث، هل تشوفون الإنجاز؟ يعتبر هرم حديث مطار أبوظبي الدولي، هذا الجديد، هذا أسطورة زمانه، يشتغلون فيه من كم من سنة، وتبارك الرحمن تكللت بالنجاح أعمالهم، ما شاء الله ما شيء باجي، غمض برج بتشوفون إعجوبة من عجائب الدنيا السبع، لا صار قبله ولا بعده في الدنيا العودة، لا في الصين ولا في الشرق ولا في الغرب ولا في أي بلاد، شيء عجوبة من عجائب الدنيا السبع اللي تشوفونها، إن شاء الله سيرى النور في القريب العاجل. في اسكندرية في الساحل الشمالي مشروع مراسي، بيكون سفرتي هاي الأربعة أيام اللي هو الثلاثة والأربعة والخميس والجمعة، بنشر كل شيء تصوير بيكون بيني من عندي، أنا بنشره هنا من اسكندرية، وإن شاء الله بيكون بينشر على حساب أخي أو وابني وولدي عبارة. ابني؟ ابني وين يبته؟ زين عبارة ولدي الله يحفظه، هو في الإمارات وأنا هني، لكن قلنا بننشر المعلومات كلها في الحسابين، يظهر في حسابي وحساب أبوي هل السمحة، من السمحة بيستوي البث ومن اسكندرية بيستوي البث إن شاء الله، ومالكم إلا كل شيء يضيف خطركم وتفرحون وتستانسون ويعلكم تبطون فرحانين. أقولكم استعيبت من شخص عاد أسأل، أقول له أنت من وين؟ excuse me please you yes okay. yes where do you come from? We close to Kashmir. Aha. Uh-huh. Yeah, from originally from Pakistan. Mashallah. From Pakistan? Pakistan. Mashallah, mashallah. He's from Al Ain. Okay. Okay. Thank you very much. And I'm from Abu Dhabi. Nice to meet you. Inshallah. We cannot see you. What? Ah, thank you very much. Thank you. خبرتكم عنها. هل قلت لكم هرم من أهرامات عاصمة الخير؟ هذا بعده لحين في الفينشك تشطيبات، يا الله يا رب تحيينا وتمد بجل من أمر وخدم وتعبل وسوى المناغصة وتعبل من هالدنيا كلها، يا الله يا رب. وصلنا اسكندرية الله يحفظكم الحين، والشباب إبراهيم بن توفيج وعايض بن مبارك وخالد بن أحمد وبوي ها ومطارها على ما تشوفون هذا وها هذا مطارهم، ممنوع حد يبوي يقرب هالمكان فيه، كل هالعرب اللي تبع تشد حد ولا تنزل حد من خلف الستار هذي تشوفوها تلاشين عن الزحمة والصدعة والديار والقلقات. يطرشون الفندق روحهم طرشين هاي السيارة ميكروباص ثمان تنفار، هب ميكروباص فان يعني عبارة فان من الكبار، وهذا أبوي إبراهيم ما شاء الله عليه، وهذا أبو مبارك الأخ عايض البريكي مرحبا. ليش انا تسوي زوم؟ عسب اللي واد تشوف الزين مشي زين يشوفونا هم يشوفونا زين. وانا شو قلت؟ شو قلت؟ ماشي. قلت لي؟ احمد. حق احمد ازيك؟ الله يخليك. منور. وجودك الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. حق احمد احنا رايحين فين الحين؟ رايحين فندق العالمين ان شاء الله في منطقة سيدي عبد الرحمن. طريق اسكندرية مطروح. هذا هو الساحل الشمالي؟ ايوه الساحل الشمالي. كم يبعد من مطار برج العرب؟ احنا تقريبا حوالي اقل من 100 كيلو حاجه بسيطه، يعني 90 95 كيلو من هنا للفندق ان شاء الله. زين توكل على الله. عايض قال حق الجماعه شو تبون؟ تبون خطف على دكان على كافيتيريا على كانتين؟ فالاخ ابراهيم شو تبى ابو خليل؟ لا اللي قبل شوي كانت لا خلالك عيونك لبلهج الامريكيه عاد ما ادري عاد روحها لا خلالك عيونك ودي وينين عاد قول ها اني دور ماك واك هاي البويه هذا الطريق كله منطقه الساحل الشمالي دي بقى مناطق اللي في الناحيه دي كده دول بدو هذا كله بدو بدو من سكان المنطقه من سكان المنطقه ها كلها بدوان بدوان مال الساحل الشمالي وهل تشوفون الخضر هاي الدنيا كلها الخضراء ها كل تين الطريق هذا بطوله من ظهرنا لين الحين كل تين ريج شوفوا شوف البدوان شوفوا قصورهم تبارك الرحمن ما شاء الله تبارك الله ها كلها قصور 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 كل هالبدوان كلها بوي عرب تراه قبائل يسمونهم قبائل عيال علي
قبائل ولاد علي كل هالبيوت كمبنية من الكبار غير بدوان. اي نعم محمد. الحين نحن من طلعنا من مطار شو؟ مطار برج العرب. مطار برج العرب لين نوصل الساحل الشمالي. الساحل الشمالي الحين نحن في الساحل الشمالي. احنا في طريق الساحل الشمالي. انزين نعم. وين سايرين؟ احنا دلوقتي في طريق في منطقة برج العرب ساحلي. انزين برج العرب من على الساحل الطريق ده يودينا لحد ليبيا. ليبيا قول لي انزين الطريق اخره السلوم اللي هي المنطقة الحدودية ما بين مصر. نعم وليبيا. نعم نعم هذه اشهر هذا المكان اللي نحن فيه اكثر مكان يطلع فيه تين في جدية مصر. ايوه بالضبط. انزين هو انضف تين واحسن تين. انزين الحين ضروري انك اهم عن كل شيء توقف ابنا في مكان نقدر ناخذ تين حاليا. نحن متهلعين عليه تهلعنا. طيب حاضر. انضف تين توقفنا عنده بعد ربع ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة ساعتين ما عندنا مشكلة. حاضر. اهم شيء يكون نقدر يستاهل التصوير. حاضر. شو رايك؟ حاضر. على مد النظر كل تين كل هالبقعة تين ها على ما تشوفون كلها تين الدنيا. مشكلة لو عندنا ناحية ثانية نصور هناك. ايه لا 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 ابدا ما عندنا مشكلة. طيب حتى الناحية الثانية ولا الثالثة المهم نعدي ودنا ابوي مكان فيه تين بنروي العرب ابوي وناكل تين. وناكل تين على ما قال ابراهيم. نقطف اللي على اليسار هذه اللي تشوفونهن هاي كلها مناطق ابوي البدو هاي ساكنه الطرف هذا. زين واللي على اليمين واللي على اليمين الله يحفظكم هذه استراحات على البحر على مد النظر يمينك هاي كلها استراحات مال الساحل الشمالي 200 300 500 كيلو هذا اللي على يمينك كله بحر وحين اللي تشوف بينه وبين البحر هالبنيان هذا للشعوب للشعب المصري والناس والعالم كلها كلها العرب ما أخذه. وين رايح رايحين المصيف جايين من المصيف رايحين المصيف جايين من المصيف هذا المصيف هذا سيفه هذا خلاجينا ما في الحاضر ما تحلى تقول ما حد قالكم غير نحن سايرين مكان غير عن هذا يفرق 180 درجة. أحمد باشا أحمد باشا أمر أقول لك الحين موسم إيه من الفاكهة عندكم؟ عندنا البطيخ العنب نعم طبعا سلطانة الفاكهة المانجا المانجا بدأت بقى الأيام إيه والتين والتين طبعا هنا في المكان اللي أنت فيه ده أحسن إيه. تين إيه نعم لكن الحين هذا موسمه موسم هذا موسم الفاكهة الفواكه الموسمية عندكم هذا وقت تحديدا فواكه الصيف فواكه الصيف العنب المانجا التين إيه تنزل الكمبيوتر خلاص المشمش البرقوق الخوخ كل حينة هذا كل حينة ما شاء الله تعيس على اليايس التفاح البلدي المصري مش التفاح الامريكاني التفاح البلدي الله شكرا احمد ايوه ازيك الحمد لله احنا وين الحينة احنا في منطقة داخلين على منطقة العلمين يعني منطقة العلمين. العلمين منطقة العلمين ايوه نحن عاد ابوي نبدا تين تين والتين وينك يا التين وين التين ابوي وين التين وينك يا راعي التين التين وين يا سلام ايوه هذا التين وما ادراك يا سلام يا سلام حبيب يا سلام عندنا بعد صديقنا بالسياره لا بناخذ عايز يغسلها لك هي نعم علبة تعطيني بسم الله عليك بسم الله عليك يلا هذه اقول احنا فريد فرجيني زهران انا زهران عن زهران ايش اسمك انت انا ام احمد منوره يا ام احمد الله يخليك ام احمد دلوقتي موسم ايه من الفاكهه اللي انت عايزه عندنا كل حاجه حلوه ايه انت اسمك ام احمد انت اسمك ام احمد لا لا الله يغفر موسم مانجا عندنا وعندنا تشين وعندنا كل حاجه حلوه انزين احنا عاوزين دلوقتي ايوه تين حاضر تتنقل لتين رقم واحد يا ام احمد حاضر نبغي التين اللي ما شاء امرك حاضر يلا بارك الله فيك ماشي يلا اللي انت يلا الحين وين راوي النتين يلا حاضر ايه عبي انت عارف السبت مقفول لا 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 انا عبي لنا شيء فنان نملى دي املي ده بس ماشي محمد املي له شيء بس انا ايه هذا هذا حط ايوه صورك اي رقم واحد يلا بارك الله فيك مشكور ابوي فواكههم فواكه الصيف هاي خيرات مصر خيرات مصر 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 الدار الفنانه ايه ندوكم عايز واحدة احسنها لك؟ لا لا هذا كعب الغزال يا متحني بدم الغزال ولا ايه؟ ضرب الله
عايز خوخ من ده؟ لا حبيبي لا نبغي المانجا. هو عايز انا حب حوزة حبة اديله حبة ماشي اديله اتفضل. حط الزين ابوي تحمل تحط العادي الزينة والله انت شايفه طيب حطيت وحده ما بعد لي يا ويلي ولا الهوى ولا واحده وحشه كله هاي تو هاي حتشليتها مني ورديتها انا اي وحشه يا الله يا الله يلا خذت نصيبها بس كده ولا بس ولا شيء يا تمزر ابوي مزرع حط كبار ايوه منوره يا حقه منوره يا ام احمد الله يخليك يا باشا بارك الله فيك حقينا شغاله انت والله اللي شغال ام احمد نعم كم كيلو حين استوى هذا قدامك اهو دراني هذا 8 دول 8 8 وعندك فص اه عايز فص عايز بقك وبق المدام يا سلام اه والله عسل 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 انت اللي عسل يا ام خليك عندي بقى روح عبي اعمل لك واحده زي دي فص يلا إيه يلا توكلي على الله يلا توكل على الله عبي لي احسن عايز ساعه زي دي اه الاثنين اعطني وحده اعطني وحده فص احلى وحده لا خل روح بغسل لازم يغسل ماشي ما شو انت طريته ايوه قال لي ماشي زين على كم على 70 بس بلاش 75 ليه عشان تجي لي ثاني لا بتاعت بشوات البلد الفص بتاعتك انت اللي تاكلها انت وهم بص انت والبشوات اللي معاه ها بص عامله وين البشوات اللي معايا خفت منك ما عايز ابقكوا يعني يا رب مش عايز اي حد ياكلها بص يفتح لك كم سنه بص ولا محمد بص يفتح له ايه يلا بارك الله فيك يلا حلو عاد ام احمد ايوه ذوق في دمتش عاد امسك بالبوس كده وذوق ونطلع ما بحلو يلا ذوق يلا ونطلع ما بحلو انا ما طلعتش بحساب يا عين ما انت اكلت ايه رايك والله العظيم ما اكلتش نفسي بدري لا والله اديني والله العظيم اديله محمد اديله خليه ياكل بص خد يا سكان المنطقه هاي منو اولاد مين اولاد علي وانت منهم احنا اولاد اثنين علي ابيض وعلي حمر علي حمر علي ابيض علي ابيض احنا علي ابيض يا سلام اه علي حمر لما مين الليبيين هذه هذا من هاي ليبي ترى ليبي هي شو التحرى ما انا سالت قال لي مش ليبي شدار ليبي وخلى ابوي انه ليبي لا وخلى ابوي لا ابوي لا اما انا عارف لا عارف عارف انا اماراتي يونايتد عرب اميريتس لا الصوت حتى الصوت اللغه ليبيا نعرف على طول كان اول كلمه هذا اما ليبيه ممكن ابوه من الامارات ابوه ماشي ابوه ماشي. ابوه من الامارات ولا اما ليبيه جد ماشي حن يرحمه حن ماشي ميت كم يطلع حسابه هذا 10 كيلو وهذا 8 950 10 و8 ما بتسوي لنا كرامه شويه تدينا حشيش بقى شيء رب الله السلام انت طيب عشان تبقى ذاكره منك ماشي يلا السلام انت طيب صور الحاج ده مين ايوه عايض مفخر راس الرجال من هدربان شو تبغى عن كل شيء يقول عاداتهم شهر الصيف نفس عاداتنا مرة في الصيف بنعتمد على الطيور ايه ايه هالبقانيس سمان لا والقمري ما شاء الله ووقت الصيف بنروح نصاد الصقور في الصحراء الشاهين والقرناص وال اديله واحده كده ايوه لا لا يعني انا شغل حدودكم وين الحين يمين ويسار افهم انت تعرفين كل شيء انت ايه انت يمين هذا الشارع وين يودي ودي ليبيا ولا السودان كده ليبيا كده ليبيا اه كده ليبيا حق على طريق ليبيا حاليا احنا كده على طريق ليبيا انزين والسودان ده الساحل الليبي السودان قبله السودان على ظهرك على طول ايوه هنا ايطاليا احنا السلوم كده بقى وانت طالع وكده بحر ايطاليا ايطاليا بعينها ايطاليا والله اه اللي بتجيب لنا السمان والقمري وتيجي من السويد سبحان الله سبحان الله بارك الله فيك. في الفرش بتاعي. انت كويسه 100% اي والله. حكش حلوه؟ انت اللي حلوه، كل شيء عندك حلوة؟ كلك حلوه. انت بكبرك حلوه. ربنا يخليك. هذا مش حلو. لا احد حاجه ليه؟ ده احلى حاجه. سماره. سماره يا سماره. انا عارفه اقول لك انت ليه عاوز سماره وبيجي معاك لو انتوا ما انا عارفه صح انا عارفه لو انت احمد يا الله يخليك احنا عند قرية بدر عند سهران احنا بتاعت فكر علي ايوه احنا قالكم الله يخليك ربنا يخليك يا رب ربنا يخليكم لبعض رعاية الفاكهة ربنا يخليكم لبعض يا رب يبغي ابو يسين ربنا يخليكم لبعض يجي عند مين عند
ايوه تعالي اهلا وسهلا. احسن حاجه عندي هي يا سكر اللي انت عايزه وانت واقف تدوق كل حاجه رقم واحد. ايوه الله يخليك كل حاجه عندي طازه. شفتي الامر؟ ايوه اللهم صل على النبي. هو الاسمر هو جوه. اهلا السلام عليكم. شكرا. طول الدرب طول الدرب من سرنا احنا مشينا تقريبا 150 كيلو كلها بويه مدينه بالمدينه واحنا الحين وصلنا المارينا منطقه يسمونها المارينا قريبه من هاي الساحل الشمالي وحين نحن كم باجي لنا محمد؟ محمد ولا احمد اسمك؟ احمد احمد حوالي 30 كيلو يقول باجي 30 كيلو في دمته ان شاء الله بلاك بلاك صدق لما قبل قال 40 كيلو راح تغلي تشوفون هاي اللي الحين ياس اصورها يسمونها بورتو مارينا. بورتو مارينا شو البحر بحرها ها كلها على الساحل الشمالي. يوم يقول لك الساحل الشمالي ساحل الشمالي هاي اول مناطق المصايف هاي عندهم مارينا بورتو. والتين اللي صورت لكم يا طول الدرب هذا ترى هذا ابوي ينسقى بس بالموسم وقت الامطار بس وقت الامطار في الشتاء وطول الوقت ابوي غدي كعصف ماكول حطب مركز ومن يجي الوقت هذا ما شاء الله يغدي غبه خضراء غبه خضراء. هاي المنطقه اللي نحن فيها هي اللي تغدي مصر كامله من التين البرشومي هذا الحمر الكبار اللي شرعت الشهد هذا وقته الحين حلو التين لكن يعز حلوه حلاته غدي من عقب اظني 3 اسابيع هذا على وقت اخير شيء لان الحين بدايه الموسم فبدايه الموسم التين ما يغدي وايد حلو في نص الموسم يغدي غايه المتمني وينسقى كله بمياه من الامطار من المطر. هذا اول مدخل يقود بك يدخلك على مراسي قرية مراسي هذا المدخل مالها تشوفونه هنا نحن بندخلها ويه المغرب. هذا الله يبارك فيكم مدخل قرية مراسي هذا اسم اعمار يمال العمار وسايرين ابوي فندق العلمين في قرية شنتية الشوف يا مراسي. ايوه وهذا ابداع ابوي اعمار في قرية مراسي ابداع اعمار في قرية مراسي الدنيا هذا تشوفونها هالخطوط كلها يعني مستحيل انك تستوعب او انك تصدق انك انت موجود في هالمكان. يعني طريقة ترتيبهم نخيلهم يعني قطعة من مكان مش من هالمكان موجود هني. يعني من الاخر تحس انك جالس في قطعة من دبي ميوبة ومقلوصة ومحطوطة ابوي في هالمكان قطعة من دولة الامارات روح الامارات موجودة فيها تحس بها يعني. وهذا فندق العلمين اللي بتكون اقامتنا في الله يسلمكم ان شاء الله. هذا فندق العلمين احنا قبل شوي صورنا هناك كان بدون صوت زين. الحين احنا في وين المكان هذا اللي احنا فيه؟ احنا في فندق العلمين في الساحل الشمالي في مصر. ايوه في الكمباوند كمباوند مراسي. كمباوند مراسي والفندق هذا فندق العلمين بالضبط. زين وهالجماعه من هالبنيات وهالشباب والرجال هذا من مين هذا؟ ده مدير عام الفندق. ما شاء الله عليه. واحنا وين بنروح حاليا؟ احنا بنروح على الفيلا. هي تتكون من 5 غرف. نعم. ومطلة على البحر مباشرة. نعم. وحضرتك عندك البرايفت بيتش بتاعك في الفيلا هناك ان شاء الله. هذا اللي تشوفونه ترى كله حقيقة مش خيال هذا كله حقيقة. هذا اللي تشوفونه الحين كله حقيقي ومن اروع ما يكون منظر ياخذ العقل. الحمد لله ان لحقنا قبل ما تغطي الشمس. يا
اللي بيجي يعني عباره ما يسد على فكره لا يوم ولا يومين. بلاد ترها انا اتحرر له فندق ترها ابوي قريه وفندق ومدينه وبلاد بزمها وعراها. وهذا اللي هو فندق العلمين اللي خبرناك معنا. اللي وين اللي تقصدي هذا شماسي دي فيها اثنين في العالم. نعم. واحده في اليونان. نعم. والثانيه فندق العلمين فيهم 40 شمسية. وحضرتك عارف ديزاين الفندق من الخمسينات والستينات السينما المصرية القديمة. فالشماسي دي بتفكرنا بأغنية دق الشماسي. ياسمين الحين احنا بتودونا اول شيء بنروح الفندق. بنروح الفندق الغرفة الفلة زين. أيوة. وخلاف بتسوي لنا تور جوا الفندق. بالضبط كده. شو رايك؟ هايل. شكرا جزيلا. هاي ياسمين الفندق عبارة عن كم غرفة؟ 189 غرفة ما شاء الله. فيها فيلتين فيهم 5 غرف نوم كل فيلا فيهم. نعم. الفلل البرايفت فيلتين بالضبط كده. أيوة. شكرا جزيلا. سيف أنا بارك نورتنا. الله يسلم. أغلب الغرف كلها إطلالة؟ معظم الغرف 90% من الغرف لهم إطلالة على البحر مباشرة. 90%. الغرف شو مساحة؟ في اختلاف. في اختلاف من غرفة للتانية. وكم شاطئ عندكم؟ هو شاطئ واحد اللي هو هذا. هو ده غاية الآخر خالص يعني. الممر كله الشاطئ بتاع الفندق. ما شاء الله تبارك الرحمن. وعندنا كمان سويمينج بول هبقى فرج حضرتك عليه النهاردة. وفي سبا والجيم إن شاء الله. نحن الجيم أبوي هاربين من الجيم. لا تودينا الجيم دخيل والديك. خلاص مفيش جيم في سبا بس. ده الفندق الوحيد اللي الساحل الشمالي. نعم. الديستنس من البحر للغرف مباشره على طول كده. ايوه هي والله هادوها مره بينك وبين السيف ترى ما شيء. بالضبط كده. ما في مسافه. بالضبط. هاي خلفيه الفندق. الخلفيه هاي فله وحده هاي اسمها فله ناصر والفله الثاني اسمها فله حكيم. اي هاك عبد الحليم عامر. عبد الحليم عامر. أه؟ عبد الحكيم عامر. عبد الحليم عبد الحك عبد الحكيم عامر. عبد الحكيم عامر. وهاي جمال عبد الناصر. جمال عبد الناصر عشان الفندق اتبنى من فتره جمال عبد الناصر. نعم. في 1960. ايوه بارك الله فيك. اول ما تدخل فله كل فله بحويها باركناتها هنتين فلل هاي وحده وهذه وحده هاي وحده بنخيلها. الفله عباره عن روح حديقة الخلفية هذه وهذا مدخلها الرئيسي لكن المدخل يعني ماذا الخلفي. السلام عليكم كيف حالك؟ الله يسلمك. مدخل الفلة عبارة عن مثل ما تشوفون ما شاء الله شنطنا يا أبوهم قبلنا. هذا أول ما تدخل الفلة عبارة مثل ما رويتكم وضعتكم الحمام وهاي الصالة الرئيسية وهاي غرفة الطعام. اسمي راوينا البيو. تفضل لا تيجي قدامي انت. تعال ابراهيم خط. هذا منظر البيو الخاص فلة ناصر. ده الدراسة الخاصة حضرتك. هذه الفلة اللي تشوفونها فوق. كم غرفة نوم مدام؟ فوق في 5 غرف. 5 غرف. الخمس غرف نوم كلهم فوق صح؟ اه. ما في شيء تحت؟ لا. ايوه 5 غرف نوم. وهذا اللي يبون التان يتشمسون. وهذا ابوي شاطوحة كبار. هذا مدخل جانبي للفلة وهذا أبوي الشاطئ الخاص اللي في الفلة. ما عايض طريقة بنيان الفلة الطراز القديم مش الكلاسيك اللي شرات بيوتنا اللي أول ما انبنت في السبعينات والثمانينات اللي الله سبحانه وتعالى أرها عليهم وبنوا فلل.
هذا بنيانهم الأول اللي في السبعينات والثمانينات. فهذا الديزاين اللي تشوفونه نفس ديزاين السبعينات والثمانينات في دولة الإمارات اللي أنا لحقت عليه. كان شيء أنا ما أعرفه شيء آخر، لكن هالنمونة الديزاين يكون شيء جميل وكل مساحات كبيرة وشيء شيء غاوي يعني. مكان يستاهل ويرزق وبراد براد براد معنى الكلمة. يعني 27 28 26 في الليل أكيد كم بتكون درجة الحرارة في الليل؟ نفس الشيء ها؟ يعني بال 27 28 درجة الحرارة. فرق من اسكندرية لين العلمين الجو. الجو أحسن حتة ما بين اسكندرية ومطروح هي الحتة دي بالذات. سيدي عبد الرحمن أحلى مية يعني في ساحل البحر المتوسط كله هي المنطقة دي. نعم. والصبح شو يكون؟ الصبح رائع جدا يعني. الصبح اسكندرية حر جدا والقاهرة موت طبعا. هنا جو الصبح لازم حضرتك تنزل الصبح وتشوفه قد ايه هو رائع. النهارده الناس بتقول لي احنا بنروح نيس وموناكو وسان تروبي، لا يقارن هنا لا يقارن بهناك. سبحان الله. الحمد لله يعني عندنا شاطئ رائع. صورت لكم ياسا الشاطئ وحلي مناك، وهي سبع مناك هاي اللي ما يسوون تان، وهي الستين بعد من غير، والفل هذا خبرناكم من داخل شو مكوناته وعباره عن شو. الحين باجي ياسمين فوق عباره عن شو؟ فوق غرف المملكه. تراويني اياهن؟ تفضلي. شكرا. عباره عن كم غرفه؟ هاي غرفه الملابس. دي غرفه الملابس. زين. النهار حضرتك بتشوف الفيو، بيبقى حضرتك شايف البحر. في بلكونه حيل قدام هني. في بلكونه بالظبط. اقدر اشوف تفتحينا؟ ايوه هذا شوف بعد شوف الاطلاله. قولكم اعمار ما يطيحون الا واقفين، ما يتنقون الا الزين اللي ما فوقه اللي ما خي اللي ما شيء خير عنه. فلذلك ابوي هذا المكان اللي الواحد يلقى ضالته فيه. هذا يقول لك من الواحد يلقى ضالته، هذا هو المكان. البلكونه اللي تونا ظهرنا منها، وهذه الشبريه. زين. وهاي استراحه بعد هنا من غير. وين الحمام اذا سمحتي؟ وهذا حمامها. جاكوزي ودنياه وعلمه وخبره. يا سلام سلم. يا سلام الحمد لله شيء شطاف. اي نعم هذا اهم شيء. وين؟ وين هاي هني؟ بعد على فكره هذا شيء هني ها استاذ. ترى وانت تسبح البويت وهاي تشوف الدنيا كلها. زين؟ الامن شو صناعته؟ لوكسيتان فرنساوي جاي من بروفانس، من يعني وسط فرنسا. لوكسيتان بروفانس. زين بارك الله فيك. شفتكم الغرفة الثانية؟ هاي الغرفة الثانية كبتها وبحمامها. زين اتفقنا نرويكم كل مرافق الفلة. هذه الثالثة؟ هذه الثالثة بس هي نفس شكل الثانية. ايه نفس نفس الشيء، لكن وحدة هاي لا كأظني مكلم ما هاد شباريتين، غير حجرتي أنا اللي فيها شبرية وحدة عودة. كل نفس الحمامات نفس الشيء. هاي رقم أربعة. هاي حمامها بعد بلاد كبرى، وهذا غرفة الملابس، وهاي غرفة النوم. وبعد فيها طلالة على البحر مثل ما تشوفون. هي هاي بوي نفس بلكونتي. هاي بلكون العود توايج بوي على البلكونة هاي كم على البلكونة هاي. بلكون عود مشتركة بين حجرتي، هاي حجرتي أنا وهاي حجرة عاد ما يندرى منه أظني عايض ولا اللي هو ما شيء مشكلة. كل الزين فلة يرانا عاد مسكون الفلة هاي ولا لا؟ مش مسكونة. هاي فاضية. فلتنا هاي روح. الفندق هذاك وين؟ تقريبا هي 200 متر بيننا وبينه او اكثر؟ حوالي بين 200 250 متر بيننا وبين الفندق.
صفة خامسة صح؟ بالضبط. وين؟ هنا تفضلي. على فكرة الفلتين في الفلة اللي هيك الثانية الخمس الغرف كلهن فوق. الفلة هذه لا وحدة تحت وبعد ماستر كلهن على فكرة غرف ماستر كل وحدة بالريسنج روم مالها روحة وغرفة ملابسها يعني ثلاث غرف مطلات على البحر سيد على السيف ما يبين على الحين ظلمي ثلاث غرف مطلات وغرفتين يطلن على البر ثلاث يطلن على البحر هنتين منهم فوق وهاي صغير وحدة تحت هاي شوية أقب عنهن لكن كلهم فنانات وفوق عن الفنانات شكرا ياسمين ونحن أبوي مدير الفندق حبله ويانا في كل الشاشات كل غرفة أشوف هاي الرجال في خطري هذا منه ترى أبوي هذا هو هذا نفسه لكن ما شاء الله عليك فنان الله يخليك وين غرفة ال المطبخ من هنا دي دايننج أريا لو عايزين عشاء هنا أو غدا نعم ونحضره هنا للي يروحون يبون يطبخون وينفخون سامعني ابنه ويانا هاي غرفة يعني دي غرفة للسائق هي يقولوا الأشياء تقولها بعد مخرج روحه عليهم هنا هذا دريول وهذا المخرج خاص حق دريول للخصوصية وهذا الباب مسكر هذا يظهر بخاري دريول ولا البسكارة ولا اللي سكيورتي اللي هو هاي غرفة ما يخصهم هذا كله مكان خاص يعني خاص له خصوصية بالنزيل فقط ما حد يخصه في الدريولية والحراس اللي هو تامر الحين احنا اخذنا تور في الفلة الليلة نحن فاتوقع اليوم راح يكون التصوير وايد ثقيل لو رحنا نكمل التور جوا الفندق جوا الفندق شو رايك متى انسب وقت نقدر ناخذ فيه تور يكون عالمي على على رواقه زي ما يقولون المصريين الصبح الساعة 9 الجو رائع وتشوف الفلاورز وبالليل كمان مع الإضاءة برضو الجو رائع احنا كم بنك نحن بنقعد بوي عندكم اليوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة أربع ليالي مبلطين عندكم بنشوف كل صنطوان من صناطوين وكل عمود من عندان الفندق تنورون إن شاء الله. شاء الله أنا وأخي الحبيب هذا الفنان الجميل اللي محد يا الله, الله يحفظك ان شاء الله يا ابو خليل ولا يقطعنا بعد اللهم امين شو يسوي الحين هذاك الرجال عايض يضوي كله لا يسرط الفواكه ويشرب ماء ثامر الحين شو برنامج شو تفاصيل شو تقولي له قلتي له ايه قلتي له ايه شو قلتي له لا عادي بقوله بس بدي له تيبس على السوشيال ميديا زين زين اقول لك ثامر بيه ثامر بيه استاذ تامر الله يخليك تفضل انزين زين الحين انا اسير عندك تروح عندي من هناك ليش انزين اقول لك شو البرنامج اللي نحن اليوم الحين عندنا الساعه كم حين دلوقتي الساعه 8 الى 5 انزين شو جدولنا بيكون طيب ممكن حضرتك تسرع شويه ونحن بنصلي الحين طيب تصلي نرجع ناخذك بالجولف كارت نروح عند البيتش جريل المطعم اللي على البحر نعم تاكل سمك مثلا لو تحب سمك زيت وزيتون ومشوي وحاجات كده على البحر نعم تسمع شويه مزيكا عربي ام كلثوم عبد الحليم وبعد كده لو تحب تخرج بقى تتمشى شويه في مراسي ممكن ناخذك نعم. يعني احنا نبغي نحن اليوم نقضيها يعني بعدنا ثلاث ساعات وبعدين راح ننام اوكي او اربع ساعات تمام يبقى خلاص نحضر العشاء اوكي وحيك بقى اقول لك الحين التشيك ان ما حد سوى لنا تشيك ان لان التشيك ان بنروح على طول للاوضه احنا عارفين الارايفل تايم فالجست ريليشن بتاخد الجست على طول للسويت بتاعه ايوه والبنات هاي لك منو هذاك اللي هناك دي الجست ريليشن اللي بتعمل تشيك ان جوه السويت ايوه زين زين الحين نرجع على تفصيلات اليوم تمام زين على فكرة كل ما أروح لذلك أروح منك زين الحين قلت لي بنتعشى في وين في البيتش جريل اللي هو المطعم اللي على البحر نعم ده في سمك في ستيك مشوي فممكن تختار اللي انت عايزه بس هي القعدة رائعة انت على الرملة على طول والبحر بينك وبين البحر يمكن 10 متر شو مفروض الواحد يكون اللبس شورتس اللي انت عايزه عايز تلبس شورت عايز تلبس جينز عادة It's عادي خالص كاجوال يعني ممكن جينز وشورت لان ما فيش دريس كود هناك ايوه زين يعني اليوم جدولنا راح يكون حافل بالعشاء يعني سمك فريش في البيتش جريل زين شكرا جزيلا تحت امرك درت الله يحفظكم غسل ابراهيم غسل الهنبه زين غسل الهنبه اللي هو هنبه فص هذا الهنبه فص عويس زين
هذا الحنبل فص هذا ابراهيم كله غسله ولا ابوي درت غسلت التين هذا تشوفون يمكن 10 كيلو ما 8 كيلو المراد ما بهذا الموضوع. الموضوع كل ما لقيت وحده شويه معفوصة ولا شيات ولا من دحقة قسلتها ولقفتها وحين بطني أظني اللي كلت الثلث التين روحي أنا كلت كان شو ما شاء الله قال متفضخ 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 تبارك الرحمن يتقاطع العسل من أطرافه الحمد لله اللهم ادمها نعمة وضح من الزوال يكم لربكم لو دريت أن فوالتهم هل بالفندق روح هالنمونة ما يبتنى فوالتي وياي لكن الحمد لله نعمة يبارها حمد وشكر صلينا الله يحفظكم على النبي وحين جماعك ابوي كلهم متلبسين وزاهبين هذا ابراهيم ما شاء الله عليه تبارك الرحمن ابراهيم قلب الاسد وعايض الله يحفظه وانا بعد ما يبقى كلام وهذا ابوي انتاج مديرة محمد بن زايد واصل لين انا كان هاي العوده هاي ما شاء الله هي العافيه وحلوه هي العافيه تبارك الرحمن نعم هذا ابوي الانتاج واصل لين الساحل الشمالي وهذا طالت عماركم انتاج السعوديه من المحمديه دفع الله الشر والبلع من اندبه وهذا عاده طالت عماركم من دبي دار الحي لا خلا ولا عدم من وين وتنته هالشيء يلا نرم استخلاف عاده الحين برنامجنا بنسير يتبين البنيات ها خاري اللي بيسوق ابنه عندهم هاي سيارة الجولف هاي صايرونه بيركبونا بيودكم وين بتودنا الحين وين رايح انا رايح مطعم البيتش انزين يلا توكلي على الله ماسكين نفسنا ما لا يا بيتنا ما لا بردك بعد شوية يلا في بيتنا ابو محمد سبحان الله بعد بن ادم لو شوف ها مدخل الفلتين روحن ترى منفصل ماشي وياهن الفلتين روحن ها هاي الفلتين اللي قلنا لكم عنهن روحن وهذا المدخل مالهن بالحراسة مالته وروحه كله ما يخصه في الفندق معزول بينه وبين الفندق هذا الممر تقدر تمشي على الممر الساحلي هذا يوصلك هذا الفندق ها بدايته في السويتات في الأجنحة في كل شيء لكن الفندق المكان اللي نحن فيه روحه ما يخصه في قانون الفندق يعني معزول روحه يعني خصوصية له شوف الفندق جو قمة الروعة براد 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 يعني من أيام الربيع عندنا بالنسبة لنا من أيام الربيع كان فوق عن الزين زين من وصل نشوف شيء يعني مخالف ترى بخبركم شيء يعني غير عن اللي شفناه لكنها ضلالات أدوء شماسي كان وما زال طعم اسمه بيتش جريل المطعم اللي نحن يعني نتعشى فيه اسمه بيتش جريل يلسى داخلي ويلسى هناك شيء بعد روحن لين البحا كل الطاولات ياسمين المطعم هذا يفتح من الساعة كم لين الساعة كم؟ المطعم بيفتح على الغداء وبيفتح على العشاء نعم. من 1 ل 5 الغداء نعم. ومن 6 لساعة 1 الفجر العشاء نعم. وشو المأكولات تكون؟ المأكولات الصبح بيبقى لايت لانش وبالليل مشويات وسي فود والقعدة اللي هناك كلها تابعة للمطعم؟ بالضبط بس ده أكتر حضرتك لو حابب تدخل شيشة أو حاجة في لاونج سبيشل هناك للشيشة والشيش هناك شيش صح؟ حضرتك مكان ما أنت حابب بنسيرف شيشة في الشيش بالإمكان تجيبونها أي مكان صح؟ لا بس ده المكان الوحيد اللي في الفندق اللي بيسيرف شيشة ايوه المطعم الوحيد وهذا الشاطئ الشاطئ مسموح المساء ولا افندم الشاطئ في الليل فيه يعني لا هو بالنهار لغاية المغرب من بعد المغرب ممنوع صح سكيورتي سكيورتي وايز ده الجست عندنا بتحبه عشان الاتموسفير بتاعه حلو على البحر مباشرة ده المطعم فيه منتهى الروعة القعدة جميل منتهى الروعة يعني مكان هادي ما بمال فوق الموقع المطعم
خليك تحس طمأنينة. هادي المكان والناس هادية، ماشي لا زعيج ولا صريخ، ماشي اللي نسمة هالهوى اللي تحس بالهوى الفريش، الهوى النظيف اللي ما فيه أي شيء يكدر لا الصفو ولا الجو. نسيت شو اسمك؟ ولاء. ولاء ما شاء الله عليك يا ولاء. أنت منين؟ من مصر؟ من جاردن سيتي. ما شاء الله عليك. قاهرة. ولاء شو هني هاي خية النحل هاي الموجودة عبارة عن شو؟ هذا اللي أنا قاعدة أصوره. هذا عبارة عن شو؟ داء المطبخ. أوكي أنا عارف إن داء المطبخ. المطبخ الحين ممنوع نقدر نصوره. ما عليه أنا أحب أصور المطبخ. شكرا. ولا صح؟ زين بارك الله فيك. أيمن. أيوه. كيف الحال؟ الحمد لله كله تمام. من حضرك الحين أنت؟ محضرين لحضرتك النهارده في الستارتر فريتو ميستو، ده فرايد برونز اند كاليماري مع تارتار صوص، وشيف محضر كولد مازا سيليكشن اوف كولد مازا. في المين كورس في عندنا جريلد جامبو برونز وجريلد سي باس جريلد سلمون و سي فود اوردو كازارول، دي حاجه مصري الشيف محضرها كويسه جدا ان شاء الله تعجب حضرتك. يعني انتوا هتعملوا لنا فود تيست ولا يا ريت حضرتك تجرب النهارده. انتوا شو حطوا لنا على مزاجكم؟ نحن غرب وانتم اكرام ونحن نستاهل. احنا تحت امرك. بارك الله فيك. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. عايض اقول لك وعمرك حبيبي. نعم. عايض اقول لك قلنا لهم يحطوا لنا عشاء على هواهم. صحيح. يحطوا لنا من كل شيء. في شيء ما تحبونه؟ قلنا نحب ناكل كل شيء نحن. حتى لو قرطاس ناكل. حديد. قرطاس؟ انا ابوي لا اكل لا قرطاس ولا حديد، انا ابوي انسان. انا بني ادم طبعا. اني انا ابوي اكل كل شيء. انا مع نفسي ما اكل ابوي هلا هو. ده طبق فريتو ميستو، ده عباره عن فرايد برونز اند كاليماري مع تارتار صوص وهريسه وسيليكشن اوف كولد مازا، عباره عن حمص متبل بابا غنوج طحينه وسلطه بلدي مصري. نعم. عباره عن خس مع طماطم مع خيار. شكرا جزيلا. هذا الستارتر مالهم. شكرا. اكيد مكان مميز وجميل يستاهل العنوه. اللي بيجي مثلا ينبغى يظهر من ابوظبي ولا من دبي ولا من الرياض ولا من جده ولا من القاهره، فما اتوقع انه بيلقط مكان أجمل وأهدى من هذا. مكان جميل يصلح اليومين ثلاثة أيام، حتى ليون القاهرة، اللي يجي القاهرة بيجلس 10 أيام ولا أسبوعين، يروم يجي ويكند. لكن إن يا لا يسكن إلا في المكان هذا أو يوصل. شوفوا شيء وصف عند المصاروة، إن سرقت اسرق جمل وإن عشأت اعشاء شو أمر. 132 كيلو من اسكندرية، ومن القاهرة لين اسكندرية تقريبا أعطني كم كيلو؟ من اسكندرية للقاهرة هي 270 كيلو. 270 كيلو. انزين لكن اللي بيجي المكان ترى المكان يستاهل العنوة. لكن اللي بيجي ما يقول بيجي وبيرد، يعني بيجي بيقيل وبيرد ثاني، لا المكان مال انك اقل شيء تجلس فيه 3 أيام، ما بمال يومين. لا بحر هم اليوم ولا فندق هم اليوم ولا سكنهم واكلهم وعيشتهم مال يومين. لازم على الاقل اللي بيجي يتفيزر ابويه، يا في اول اسبوع يجي يوم يبي خفيف ودار ندره ودار ما دره، وان بغى يشوف العالم ويدهر وعندك وعلم وخبر يجي في الويكند، وكلها ايام الله زينه. المجمع اسمه مجمع سكني كبير، طوله طول وعرض عرض، جميع القرى السياحيه. هذا كله ابوي تبع شو؟ تبع دولة الإمارات، تبع إعمار، فلل سكنية وفلل تجارية وفلل وأسواق ومولات ومقاهي وكل شيء، مدينة بلاد كاملة. انزين المكان هذا مثل ما خبرناكم يبعد من اسكندرية تقريبا 1.5 ساعة في الساحل الشمالي. المكان اللي نحن فيه هذا يسمونه سيدي عبد الرحمن اسم المنطقة، اسمها المتعارف عليه عند المصريين، لكن انتوا ودروا فلان وعلان. اسم المنطقة مراسي،
اسم المنطقة مراسي، واسم الفندق اللي نحن فيه فندق العلمين. فندق العلمين تابع لشو؟ شركة إعمار العقارية، اللي شو من وين جاي إعمار؟ دولة الإمارات العربية المتحدة، اللي رئيسها منو؟ وراشد الأستاذ الفاضل سعادة محمد العبار. المكان يغني ليل، البراد اللي في الدنيا كله في عالم ما تشوفيه. انزين الفندق يسوى ويستاهل العنوة. الفندق عادة وعلومه واخباره انا شفت لك بكره اذا الله جعلنا من الحيين يعني بفليلكم الفندق فلاي. شفتوا التفصفيص التوم هالنمونه بفصفص لكم اياه تفصيص. يقول لك الباب ينقرا من عنوانه، من اقبلنا على المكان قلنا ابوكم هاي ابوي قطع من دبي او من دوله الامارات ويايبينها ابوي في مصر. ما تقول انت جالس في دوله يعني شرق اوسطيه ولا في افريقيا، كانك جالس في عالم اخر. على فكره وطالبين ابوي هاي جايبين لنا ملوخيه جمبري وتروعت انها تبرد ولا في خاطري ارمس وياكم. اقول لكم من عند البوابه من قريت اسم عمار يا ابوك كان حد فالج صدرك وحاط قالب ثلج داخله. من تقرا اسم عمار في اي دار ان تكون في اي بلاد في اي مطار عمار تبارك الرحمن مشاريعها في باكستان في المغرب في مصر في تونس في الجزائر وين ما تصير في الدنيا العوده لها مشاريع. مشاريعها في القاهره في اسكندريه شيء طول. وين ما تلقى اسم عمار تلقط الجوده وتلقط انتقاء الموقع المميز اللي ما حد عنده شراته. فندق هذا على فكره هذا الفندق ما بيديد، خذته عمار ويدته وصقلته آزم. المعتوبة اللي يقول لك مثل صيف سيف يصقلونه، هذا هو حين فندق العلمين مثل سيف يصقلونه. من كان من أهل عرة وبرة يونه لا. وفي معلومة ترى الأول اسمه فندق العلم ومن خذته عمار سموه أبوي فندق العلمين. الأول علم واحد ومن خذته عمار سموا ابوي فندق العلمين ما بالله علم واحد. وباكر بنرويكم كل شيء فيه وبخبركم عن البنت وبنت البنت. عاد الحين اكل بيبرد بس عليكم. ما يباله رمسه يعني ما يباله رمسه الكلام 100% يعني. بالنسبه للي تخبروني عن اسعار وما اسعار وطريقه الحجز وكيفيه الحجز هذا شيء بديهي يعني. الحين الناس ما يسألون عن هالنمون السؤال. أنا أتوقع اللي يسأل عن هالنمون السؤال هذا ظني بحياته ما كنت وصل للمطار، بحياته ما ظني ظهر من بيتهم. اللي يسأل عن الأسعار وعن طريقة الحجز هذا بحياته ما تسار ولا يأ. الحين اللواد مبوية اللهم لك الحمد الناس كلمة دا عندها دراي وتعرف شو طريقة وكثرة الأسئلة اللي ما لهم عنها ترى ما يحتاج. لا لي بارض بوي أنا أجاوب على ترى كل شيء له سعر وكل شيء له جيم وكل شيء له طريقة وكل موسم وله ترى وكل حجرة بوي ولها إجرة كل حجرة ولها إجرة. وترى من دق الباب يا أهل يوار. الجمبري منين؟ الجمبري من البحر المتوسط والسيبس من اسكندرية. الله يخليك انت يا عسل يا عسل. الحين هذا شو؟ أول حضرتك يلا من الأول يلا تفضل. هذا الجمبري اللي من البحر المتوسط. ده الجمبري من البحر الابيض المتوسط من اسكندريه بالظبط. ده سيبس سمك القاروص بالمصري، ده بيجي من البحر الابيض المتوسط من اسكندريه. ده رز صياديه مصري. نعم. وده جريل سالمون، ده سكوتش سالمون. يا سلام يا سلام. وهذا الفرنش فرايز حق ابراهيم. وده أيوة. الفرنش فرايز. يا سلام ابراهيم. انا اموت فيه. انا عايز اتمنى ان شاء الله يا ربي ابراهيم. ايوه. هو عباره عن شو؟ ده عبارة عن كلامز وجمبري وكلمات. يعني هو الطبق اسمه ايه؟ ده سيفود كاسرول. سيفود كاسرول. شكرا. وهذا الثاني شو بعد؟ نفسه. يا ربي بوي وايد حطيته لنا. وهذا شو هني مرة ثانية افتح هذا؟ نفس الشيء ها؟ نفس الشيء. يا ابوكم هذا كله يبالقوم تاكله؟ كم بنا صرط؟ انا ابو عظم هلا بطينات. كنا ابوكم بطينات لحد من العرب طع على هالحاله ها. هذا اللي ما بيزخ التليفون. بصور والله بصور.
حاضرين. ثانك يو ثانك يو. يلا توكل على ما ابالغ. الربيان تراها لي في الدنيا كلها فيه، تعرف بطريقه ما تتخيلونها، يعني غير نمون. اقول شو اسم هذا الطلب هذا؟ جمبري مشوي بالايه؟ بالتوابل المصري. وايد ضروري يوم اللي بي يطلب من هذا فوق عن الزين زين، وتعرف بطريقه ما تتخيلونها، وحامس طعمه. قرب الله طباخهم هذا. شو اسم الشيف مالكم؟ شيف زغلول. قرب الله تمازين طباخه. رم رم الخاطر. اول مره بحياتي اسير مطعم في هالبلاد والقط كل شيء زين. يعني عاده لازم في شوي شيء من الاكل تنقد عليه، يعني في شيء يوز شيء ما يوز، لكن ما لقط ولا قلطه في هالاكل كله من كل نمون. يا ابونا يا عرفنا الحين طلبنا من كل شيء يا ابونا. باكر شو بيسوون الحين؟ من كل شيء طعمنا شو اختم حق باكر؟ لازم نسوي رجيم ابو محمد حرام. بليف مي. شيف انت قاعد تسال عن ايه؟ عن بكره لو تحب تاكل حمام. سيبك من بكره، النهارده تسال عن ايه؟ انت انت شايف ايه؟ بسم الله ما شاء الله. الله العظيم انت سويت لنا زحمه. شيف من اروع ما يكون الاكل. الله يطرح فيك البركه. يعني نفسك جميل قوي في الاكل. نعم في منتهى الروعه. ما في ولا غلطه في كل الاكل. جميع الاكل اللي انت مسوينه ما في ولا اكله فيها اي نوع من انواع الغلط او شيء مش مستصاغ. كله لذيذ. مسبك ومحبك وكل حاجه. شو قلت لي اسمك؟ زغلول. شكرا يا شيف زغلول. يما دلوقتي عن بكره حنتغدى ايه ان شاء الله؟ في حمام. الغداء ولا العشاء؟ لا الغداء. الغداء ولا بكره؟ الغداء اكيد العشاء ورد بديل احسن، لكن الغداء عشان الجو حار. نديها خفيف بكره الغداء. ممكن ناكل اي شربات؟ شربات وسلطات. اوكي. العشاء؟ العشاء حمام ماشي. اها فته ماشي. كوارع؟ نحب ابو الكوارع. زين عكاوي. عكاوي موجوده كل حاجه. عاوزين كل حاجه. عاوزين مصر بكره ماشي. عاوزين كشري حبه صغيره. بلاش كشري، خلينا في الطواجن ماشي. الكوارع العكاوي ريش. لا بكره اعمل لنا حاجه ورا بكره حاجه عشان ما يبقاش كله يستهلك. طب خلاص اوكي ماشي. شكرا يا شيف بارك الله فيك. شو اسمك قلت لي؟ هاني. بسبوسة بالقشطة بالسمنة البلدي هذه موجودة هنا على الكريم اللي فوق والكريز من فوق يا فندم. زين. وعندي كنافة بالمانجا. كنافة بالمانجا. بالمانجا تمام. نعم. وأنا آسف لو أنا بضيع عملية دايت أو أي حاجة. لا يا ريال لا تم دايت ولا شياتة. الله يخليك. شكرا جزيلا. تمام. الأمور وايدة في هالمنطقة، من سهر وأناس ومقاهي ومطاعم وأسواق، فيها الدنيا والدين. فلذلك فما بقدر أصور كل شيء في يوم واحد. التصوير أبوي صورت اليوم بما فيه الكفاية. أتوقع أن أكثر عن شيء ما بروم أصور، وإن شاء الله من بكرة بصور لكم تصوير في النهار تصوير في الليل، وإن شاء الله أن ما أكون مكثر يعني مثل اليوم. ما بيدي يحيد الشيء، وايد فنان ويباله تصوير، يباله أروي العرب شو اللي أنا أشوفه، ولا المكان كل حد يعرفه. كان انا جاي عيبني المكان وقلت برويكم وانتم عاد على هواكم. صبحنا على خير.